السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى إلى مادة الميديكال جينيتكس بعد غياب طويل، فإن شاء الله نستكمل المحاضرات المتعلقة بالميديكال جينيتكس، وقدر الإمكان إن شاء الله بنحاول نختصر الأفكار الموجودة عندنا في الوردز. طبعا المادة موجودة عندكم. تحدثنا في السابق في الميديكال جينيتكس على النقطة الأخيرة، كانت سينجل جين ديسوردر، والحديث كان على أوتوسومال بروبلم، سواء كان عندي ريسيسيف أو دومينانت بروبلم. هنتحدث إن شاء الله المرة على الإكس لينكد إنهيريتانس. طبعا احنا عارفين احنا السينجل جين ديسوردر هي كفكرة موجود عندي بروبلم على مستوى الجينز، سواء كان في الاكس كروموسوم او في الاوتوسوم الكروموسوم، والكثير من الامثلة على هذا الامر موجودة هنا. في الحديث على الاكس لينك انهيرتنس، لما نطلع على الاكس كروموسوم، طبعا احنا في عنا السكس كروموسومز الاكس والواي، في هناك فرق كبير بموضوع النمبر اوف جينز انديز، ولكن طبعا هنا الاكس كروموسوم بيحول كم الكبير من الجينز، وهذه الجينز طبعا بتمثل لي تقريبا 40% من الديزيزز، او 40% من الديزيز ممكن تكون موجوده عندي بوين بالاكس كروموسومز، يعني كديزيز موجوده عندي تقريبا تمثل 40% من الديزيز الموجوده بشكل او باخر. 40% من هذه الجينات طبعا على هذا الكروموسومز بتمثل اللي هو الديزيز. الجينات اللي احنا بنعرف، تحدثنا في المرة السابقة بانه الـ 2X كروموسومز exist. One of them especially we're talking about female, one is active and the other X chromosome is inactive. هذا الكلام موجود طبعا على الرغم انه الميل عنده اكس اولي 1x، الا انه بيحصل عندنا عمليه الايش البالانس في موضوع الاوتبوت بتاعه الجين برودكت في الاكس كروموسوم، سواء كان في الميل والفيميل. ولكن طبعا بصاحب عمليه الاكس ان اكتيفيشن، انه في الايجز زي ما ذكرنا في محاضره سابقه بتاعت الاكس كروموسوم، سواء كان الان اكتيف او سواء كان الفانكشنال كروموسوم الاكتيف كروموسوم، يوجد عندنا مناطق اسمها سودو اوتوسومال ريجون. سودو شبه لوك لايك الاوتوسومال كروموسومز، تمام، وهذه الريجونز موجوده في التيبس بتاعت الكروموسوم، سواء كان في اللونج ارم او في الشورت ارم، تمام، وبيحصل لهم عمليه كروسنج اوفر. يعني ممكن 2X كروموسوم inactive with other X كروموسوم active يحصل عملية كروسينج اوفر للبروبلما جينيتيك ماتيريال، سواء كانت تنتقل عندي من X inactive إلى X active، أو كذلك العكس من X active to the inactive X كروموسوم، وهذا طبعا حيغير عندي من منظومة الـ inheritance. هذا جانب. وكذلك في موضوع الـ Y كروموسوم، يعني ممكن يجي عندي انا مشاكل على مستوى الاكس كروموسوم في داخلي في الواي كروموسوم. من وين؟ من خلال هذه الجينز الموجوده في مناطق السودو اوتوسومال ريجون، تمام، انتقلت من خلال عمليه الكروسنج اوفر بتاعت الاكس كروموسوم مع الواي كروموسوم، وهذا امر ممكن يحصل. اذا هذه عباره عن كونسيكونس لهذا الوضع اللي احنا ممكن، او بعض من الاشكاليات ممكن تظهر عندنا لازم ناخذ في الاعتبار فيها. الشغله الثانيه في موضوع الفاريابيليتي في الاكسبريشن، واحنا ذكرنا هنا في موضوع الكومبنسيشن، يعني بيحصل عندنا انه الاكسبريشن ونقدر نعرف الديزيز، تمام، انه في هناك اختلاف، وهذا الامر يتعلق بطبيعه الاستريس الموجوده على الاكس كروموسوم. ممكن ذكرنا في مثال لموضوع الانهيرتنس على مستوى الهيموفيليا، ذكرنا انه ممكن يكون الانسان كميل از افكتد، لكن الفيميل تكون عباره عن كارير على الرغم من وان اوف ذا كروموسوم از افكتد اوف ذا ذيز تو اكس كروموسومز. الشغله الثانيه كمان في عندنا في موضوع الانهيرتنس في مستوى الاكس كروموسوم، اي نيد تو كونسيدر موزايكزم. الموزايكزم هنا بنتحدث فيه، طبعا كنت ذكرنا موضوع موزايكزم اللي هو عبارة عن
sudden change occurred to the chromosomes. وهذا الكلام ممكن يحصل على مستوى الجيرم لاين او على مستوى السوماتيك سيلز. تمام، وانه صار عندي فور اكزامبل الاكس كروموسوم. طبعا احنا تحدثنا في الماضي بانه عمليه الان اكتيفيشن الاكس كروموسوم راندومي. تمام، ممكن تكون هذا الاكس كروموسوم جاي من فادر، جاي من مدر، طبعا احنا بنحكي عند الفيميل. اذا هذا الكلام ممكن يحصل عندنا، وهذا اللي بيحصل لان في موضوع الموزيك. الموزيك انه صار في عندي نوع من الدمج، نوع من الالتريشن على مستوى الكروموسومز، سواء كان على مستوى الجيرم لاين سيلز او على مستوى اللي هو السوماتيك سيلز. تمام، هذا ممكن يحصل عندنا كموزايك. وي نيد تو كونسيدر وين وي ار لوكينج تو ذا انهيريتنس ان جنرال. الاكس لينك ريسيسيف بشكل مختصر، اكس لينك ريسيسيف اذا معناته عندي وان كروموسوم. تمام، اتس نوت انف فور give us the picture of a clinical picture. هذا الكلام نحكي احنا في الفيميل، لكن بالنسبه للميل طبعا الديفكت حيكون في عندي واضح لانه في عندي وان كروموسومز. تمام، هذا الكلام بالنسبه للميل والفيميل في هذا الموضوع. طبعا احنا طبعا من الاكس لينك كروموسوم كريسيسيف نتحدث انه لابد يكون عندي تو كروموسومز، اكس كروموسوم على اساس يحصل عندنا عمليه ايش الكلينيكال بيكتشر تو ابير. اوكي، الكاركترستكس بتاعت الاكس اكس لينك ريسيسيف ديس اوردر، ذا جين از ترانسميتد فروم افكتد مان ثرو هيز ان افكتد دوتر. طبعا اكيد من الميل مش هيعطي عندي ميل، لانه انت عارف ميل بيعطيني اذا كان عندي الاكس كروموسوم في بروبلم حينتقل للفيميل وحيحصل عندي ترانسميتنج اوف ذا بروبلم فروم ميل از ا فادر تو ذا فيميل از ا دوتر. طبعا each of the daughters طبعا حيكون في عندهم 50% affected في الامر. طبعا ما فيش عندي male to male transmission، هذا الكلام واضح. The affected male is a pedigree originated to the true female. Heterozygous female carry allele unaffected، بتحكي على female. اذا في عندنا unaffected as a carrier، هذا الكلام تحدثنا فيه في موضوع اللي هو الهيموفيليا في السابق. طبعا في عندي امثله هنا من باب المعرفه ليس الا. في عندنا دوشني ماسكولار ديستروفي، هذا ديزيز له علاقه في موضوع البروتينز بروبلم ديستروفين بروتين. هذا هيموفيليا له علاقه بالهيموفيليا فاكتور او فاكتور 8 له علاقه في كوجوليشن. هانترز سيندروم هذه عباره عن بروبلم له علاقه في اللايسوسومال انزيم. راسكوجز سيندروم برضو سيندروم له علاقه في السكيليتال abnormality من ناحية الستيتشر، الناس اللي عندهم قزنية. ليشنيهان سيندروم، ليشنيهان سيندروم له علاقة في راسكو في السكريتال. ليشنيهان اللي عبارة عن problem في accumulation of the uric acid في البادي فلويد، وهذا طبعا نتيجة إشكالية في موضوع الميتابوليزم من ناحيه انزيمز اللي بيحاول يعمل عمليه اللي هو التخلص من اليوريك اسيد. في هنا بعض احيان البايروفيت هيدروجينيز انزيم ممكن يحصل ديفيشنسي. هذه عباره عن امثله على الاكس لينك ان جنرال. طبعا احنا هنا في هذه البيديجري واضحه في موضوع الترانسفير، عباره عن كريس كروس انهيرتنس، يعني زي ما احنا نقول ميل لميل نو ميل لا فيميل بمفهوم كريس كروس. female carrier risk affected son، واضح الكلام هذا. female carrier risk carrier daughter، طبعا female أكيد affected son، والfemale carrier also affected daughter سواء كان daughter or son. often lethal on male، ممكن تحصل تكون عبارة عن lethal. transmission through normal female producing affected male. no male to male طبعا transmission في هذا الموضوع. هنا عايز أتحدث على الهيموفيليا. الهيموفيليا كإكزامبل والجينيتك بيسك للهيموفيليا، طبعا احنا نعرف الهيموفيليا عندي هيموفيليا A وهيموفيليا B. في فيجر عندي نحاول نطلع عليه. الهيموفيليا عندنا A و B اللي هما عبارة فاكتور 8 بيمثل لي هيموفيليا A وفاكتور 9 بيمثل لي هيموفيليا B. طبعا في عندي فاكتورز برضو لو صار في له ديفكت في
الكوجليشن فاكتور اللي هو فاكتور 9 بيعمل لي بروبلم از هيموفيليا في موضوع البليدنج، ولكن بحده اقل من لو كان عندي انا اللي هو هيموفيليا A. في ظاهره وجدوها في هذا الجانب، طبعا البروبلم ممكن تكون ديليشن انسيرشن انفيرجن بوينت ميوتيشن، مش قضيه في هذا الموضوع. طيب اذا موضوع الهيموفيليا اكيد في عندي بروبلم تكون مولوده الام كارير، اكيد عندي انا الصن حيكون في انا افكتد في هذا الموضوع. اللي عايز اتحدث هنا في جانب اخر بالنسبه للفاكتور بي، فاكتور عفوا 9، الفاكتور 9 بيعمل لي اللي هو بروبلم بسموها هيموفيليا بي ليدن. تمام، انه هذه الهيموفيليا اللي بتمثل الفاكتور 9 عباره عن بوينت ميوتيشن في البروموتر تحت الفاكتور 9 جين. يعني انا في عندي الجين، عندي البروموتر، ممكن يحصل عندي بروبلم في البروموتر وهذا الامر يكون موجود عندي. ولكن خليني اقرا الجمله. A point mutation in the promoter region of the factor 9 lead to the dementia expression in the childhood. يعني لو كان عندي بروموتر بروبلم في عنده في موقع معين، ممكن يكون واضح عندي انه في عندي يعني هيموفيليا. ولكن ايش بيجي بيقول لي الجمله؟ But the expression increase and symptoms resolve following puberty. لكن بيقول لي هذه المشكله ممكن تتصلح لو كان عندنا الطفل دخل في مرحلة البيوبيرتي، في مرحلة المراهقة. خلينا نطلع على الفيجر عشان نوضح الأمر بشكل مختصر وواضح. خلينا نطلع هون، عندنا هنا جين مسؤول، في هذا الجين عندي هنا مسؤول عن إنتاج فاكتور 9. طبعا الفاكتور 9 طبعا بنعرف احنا في عندنا بروموتر من ماينس واحد لماينس، ولي عندنا 36 او اكثر، نو بروبلم. ايش بقول لي؟ بقول لي في مرحله من مراحل اللي هي الطفوله، تمام، في عندنا من ماينس 15 لماينس 27، اوكي، في هذه الاريا، هذه الاريا اريا لترانسكريبشنال فاكتور، تمام، اسمه هيباتوسايت نيوكليار فاكتور 4، بيجي بيقعد عندي على منطقه البروموتر الموجوده عندي هنا، وبيحصل عندي عملية ايش؟ عملية الترانسكريبشن لهذا الجين الموجود عندي. ممكن يحصل عندنا في فترة التشايلد هود بروبلم تكون عندي على ماينس 22. بروبلم على ماينس 22 the location is important في عملية الافكت اللي هيحصل عندي، الافكت اللي هيحصل عندي من وين؟ من الترانسكريبشن فاكتور. فمعناته الاتش ان اف 4 مش هيشتغل از ترانسكريبشن فاكتور على اساس يحصل عمليه الترانسكريبشن، اذا بيحصل عندنا مشكله. طيب الان البيبي دخل على مرحله البيوبيريتي، في البيوبيريتي في عندي اذر ترانسكريبشن فاكتور اسمه اندروجين ريسبتور. تمام، اندروجين ايش؟ ريسبتور. الاندروجين ريسبتور هذا ايش ماله؟ بروح بيشتغل از ترانسكريبشنال فاكتور، تمام؟ اوكي؟ اوكي؟ هذا الاندروجين ريسبتور بيعمل عملية از ترانسكريبشنال فاكتور، تمام، في مرحله البيوبيريتي. وهذا الاندروجين ريسبتور ما بيصيرلوش اكسبريشن، والجين تاعه ما بيصيرلوش اوبن الا في مرحله البيوبيريتي. وهذا الريسبتور عباره عن ترانسكريبشنال فاكتور لمين؟ للبروموتر. برضو على البروموتر بياخد عندي من ماينس 20 لماينس 36. لو كان عندي انا مشكله في ماينس 22 not so significant problem في الاندروجين ريسبتور، هيشتغل از ترانسكريبشن فاكتور على هذه الاريا وهيصير عمليه اوبن للجين. وضحت؟ اذا هنا مفهوم للجملة اللي ذكرناها سابقا، انه بيحصل في عندي اشكالية موجودة زي ما ذكرنا في السابق في مرحلة الطفولة، تمام، بيحصل عندنا point mutation على البروموتر،
في عندنا سيريسلي بروبلم، ولكن في حاله ما يكون عندي في البيبريتي بيحصل عندي سولفينج لهذا ايش للبروبلم وللسيمتومز ان جنرال نتيجه الاكسبريشن للاندروجين ريسبتور زي ما ذكرنا في الحديث. اوكي، هذا بالنسبه لموضوع الاكس لينك ريسيسيف. الاكس لينك دوميننت طبعا فاهمين معنى الدوميننت، وان اكس كروموسوم ديفكت is enough to make a problem. The disorder is about twice as common in female as in male. ممكن يحصل عندي في الفيميل. Unless disease is lethal in male. طبعا في disease الأكيد لما يكون في الميل ممكن يكون في الحالة هذه lethal. الaffected father طبعا أكيد حيعمل transmit لمين؟ لا disorder لا their sons. هذا أمر واضح بالنسبة لهذا الجانب. طبعا لما بيكون اكيد دوميننت از هوموزايجوس دوميننت اعرف انه ممكن يكون ليتل في موضوع الفيميل. ممكن يكون طبعا لو صاب الميل وكان عباره عن دوميننت برضه ممكن يكون از ليتل في هذا الامر او يكون هايلي ريسك في هذا الموضوع. اوكي، اكس لينك دوميننت طبعا واضح حيكون عندي موجود. اوكي، افكتد فيميل، افكتد فيميل لانه انا مدام عندي الاكس سي بروبلم اذا الميل ويل بي افكتد ان جنرال. فور هيتيروزايجوس افكتد فيميل 50% افكتد صن 50% افكتد دوتر. فور هيميزايجوس 100% حيكون عندي افكتد دوتر زيرو ريسك افكتد صن. واضح ميل اند فيميل نوت ايكوال افكتد طبعا واضح الامر هذا بالنسبه للموضوع. اوكي، في عنا أمثلة لهذا الديسوردر. طبعا من ضمن الأمثلة في عنا بيحصل ديزيز أو بروبلم على مستوى الفيتامين دي ريزيستنس في موضوع الريكتس. ممكن يحصل عنا في عنا مشاكل بروبلم في الأبسوربانس بتاعة اللي هو الفلتر فوسفيت باي ذا كيدني. هذا وان اوف ذا أمثلة، واحد من الأمثلة. براونينج اوف ذا انيمال اوف ذا تيت، بيحصل عندنا مشكلة في البيجمنتيشن بتاعت التيت انه دائما التيت شكله براون. ممكن يكون عندنا اكس فراجايل اكس سندروم، فراجايل اكس سندروم انه في عندي دوميننت بروبلم، دوميننت بروبلم هذه الدوميننت بروبلم على الاكس كروموسوم خلتني اطلع والاحظ انه الاكس كروموسوم شكله زي الفراجايل تمام، زي كروموسوم مكسور، وهذا حنتحدث عنه ان شاء الله في الكروموسوم الابنورماليتي ان شاء الله ليتر اون. اوكي، بقول لي كمان ذير از ا باترن اوف سودو اوتوسومال انهيرتنس كمان في هذا الموضوع في سودو اوتوسومال انهيرتنس از دومينان منطقه سودو اوتوسومال ريجن في على اكس لينك ديسكوندروستيوسيس. اوكي، ذا جين responsible for this dwarfism يعني اللي هو مشكلية القزمية تمام. في عنا يعني جين بيكون في problem اوكي في مناطق السودوتسومال ريجون سواء كان موجود عندي على الاكس كروموسوم بي او على عفوا على الشورت ارم في مناطق التيبس او على الواي كروموسوم اللي هو عبارة عن الشورت ارم الموجودة عندي في الواي كروموسوم. اوكي، لانه ذكرنا احنا هذه المناطق عباره عن مناطق سكيب من الاكس ان اكتيفيشن. الواي الحديث عنه واضح، ميل ار افكتد، افكتد ميل اولويز هاف ان افكتد فادر. اوكي، اول سانس ار اوف ان افكتد مان ار افكتد، وهي عندنا البيديجري واضحه بالنسبه لفادر سانس في هذا الجانب. هنا في عندي بس للتوضيح عبارة عن أمثلة لأنواع السنجل جين ديس أوردر. في عندنا أوتوسومال ريسيسيف زي ما احنا شايفين عبارة عن أوتوسومال ريسيسيف. في عندنا هنا كارير لهذا الموجود لكن الكلينيكال بيكتشر مش واضحة. في عندنا هنا دوميننت أوتوسومال في رقم بي،
اوتوسومال دوميننت، وهلما جرى في موضوع الترانسفير للكلينيكال بيكتشر موجودة عندي. في سي في عنا اوتوسومال ريسيسيف موجود، في عنا مادر كارير للاكس لينكد بروبلم، مش باين عندي كلينيكال بيكتشر، لكن طبعا اجت عندي على الميل على الصنز، معناته في عندي بروبلم. هنا في عنا في الدي تحس انه في عندي اوتوسومال عفوا 6 اكس لينك دوميننت موجود عندي، اكس لينك دوميننت، وهذا الاكس لينك دوميننت ممكن يكون عبارة عن ليثل في الموضوع، حادث موجود بالخاصة لما يكون عندي في الميل. تمام، انه انا في عندي اطفال كانوا عبارة عن دخلوا في مرحلة الديث، تمام، لانه عبارة عن اكس لينك بروبلم. في الفيميل ممكن تكون عبارة عن اكس لينك لكن ستيل have severe clinical picture. حاول تطلعوا على هذه التيبل من باب عملية تلخيص لموضوع single gene disorder. بيجي بيقول لي هنا مرة أخرى إنه في عنا باترن للسودو أوتوسومال انهيريتنس، تمام، موجود عندي زي ما ذكرنا في الديسكوندروسيوسيس اللي هو في موضوع الدورفيزم، وها بقول لي انه هذا عبارة عن دوميننت انهيريتنت ليس الا اوكي، بس عملية تأكيد او اعادة ليس الا في هذا الجانب. نيجي لموضوع تاني ملوش علاقة في موضوع السنجل جين ديس اوردر، تمام، هذا الموضوع له علاقة في الماتيرنال انهيريتنس. بمعنى احنا بنعرف انه الميتوكوندريا كميتوكوندريا الاوفا فيها ميتوكوندريا، وطبعا كل ما كانت الاوفا مور ماتشور كل ما زاد نمبر اوف ميتوكوندريا سبير. نفس القضية في عملية الفيرتلايزيشن، طبعا بيحصل في عنا ترانسفير للجينيتك ماتيريال تاعت السبير لا الاوفا، لكن هنا يعني وهذا الكلام يعني من باب التأكيد على انه الميتوكوندريال نوت انتر، وان كان صار انتر عندي الميتوكوندريال تاعت السبيرم الا انه بيحصل لها عملية اللي هي اللايسيز لهذا الميتوكوندريال. يوجد طبعا كما يذكر انه very very rare disease come from the mitochondria of the father، ولكن mostly الحكي هنا عندنا على mitochondrial inheritance come from maternal، يعني الأوفا هي اللي حملها. يعني لو أنا شفت ميل أو فيميل في العائلة عندهم mitochondrial problem، عندهم certain problem إلى علاقة في الميتوكوندريا، فبنعرف إنه هذه problem come from mother and general. على كل حال طبعا عندي mitochondria موجود، number of mitochondria يختلف من سيل إلى سيل، سيرتن سيل عندها ميتوكوندريال بالعشرات، سيرتن سيلز بتكون عندها ميتوكوندريال نمبر الوت، وكل ميتوكوندريال طبعا فيها جينيتك ماتيريال موجودة عندي. طبعا في عنا سيركولار دي ان اي موجود تقديرا طوله 16 كيلو بيس، اوكي، دبل ستراندد سيركولار دي ان اي موجود مسؤول عن بناء سيرتن بروتينز لها علاقة في عملية الأكسيديتيف فوسفوريليشن، وعندنا سيرتن جينز مسؤولة كمان على موضوع بناء ترانسفير ار ان اي والرايبوسومال ار ان اي زي ما احنا عارفين. طبعا في عندنا ميتوكوندريال الوت، وعندي كمان سيركولار دي ان اي، يعني مش شرط يكون 1 دي ان اي مولكيول موجود عندي في الميتوكوندريا، ممكن يكون مور ذان 1 دي ان اي مولكيول انسايد وان ميتوكوندريا. ان جنرال هذه الميتوكوندريا موزعه في الخليه باعداد طبعا اوكي مختلف من خليه لاخرى زي ما ذكرنا. في عندنا حاجه اسمها مصطلح انه ممكن يحصل عندنا بروبلم اوكي عند انسان، وهذه الميوتيشن بنسميها المشكلة اللي حصلت بسموها هيتيروبلازميك
ايش يعني هيتيروبلازمك؟ يعني لو كان انا عندي مثلا المدر، قلنا في عنا مشكلة عندها في الميتوكوندريال جينوم، الجينيتك ماتيريال بتاعت الميتوكوندريا، وحصل في عنا طبعا فيرتلايزيشن، اتس اوكي، صار عنا زايجوت، وحيحصل في عنا ميل فيميل، اوكي، صن ودوتر. ممكن يحصل انه بعض من هذول الافراد تحت العائله يكون عندهم مشاكل جينيتك ميتوكوندريال بروبلم، والبعض ما عندوش. ايش معنى الكلام هذا؟ معناته عايز يقول لي انه ممكن يحصل عندنا انه سيرتين ميتوكوندريا تمام فيها جينيتك ماتيريال تمام فيها ديفكت، وأدر ميتوكوندريا فيها جينيتك ماتيريال نورمال. فممكن يحصل عندي والخلية بتعمل ديفيجن، تمام، خلية الأوفا، تمام، ممكن سيرتين أوفا لما عمل الديفيجن، عملية الترانسفير للميتوكوندريا من أوف من وان أوفا لأدرز بتكون راندوم في عملية الديفيجن. فممكن يحصل انه سيرتين اوفا اخذت اللي هو ايش، اخذت عندي الميتوكوندريا الافكتد اللي فيها الجينيتك ماتيريال فيها بروبلم، تمام، لانه قلنا عملية السيجريجيشن اللي هي توزيع الميتوكوندريا على الاوفا هي توزيع راندوملي. فممكن يحصل عندنا وان اوف ذا اوفا از افكتد اند اذر اوفا از نوت افكتد، فهذه بسموها الهيتيروبلازميك بروبلم، تمام. اذا هذا ممكن توصيف. لما اجي اقول انا في عندي مصطلح اخر اسمه هوموبلازميك، ايش يعني هوموبلازميك؟ انه انا بجي بقول والله هذه الاوفا مثلا عندها كل الميتوكوندريا مثلا افكتد الجينيتك ماتيريال بتاعتهم، او كل الميتوكوندريا الموجوده عندي الجينيتك ماتيريال بتاعتهم نورمال، انا بقدر اقول عندي عباره عن هوموبلازميك انجينيرال. اذا في عندنا مصطلح هوموبلازميك، تمام، وهيتروبلازميك، وكانك عندي حاجة اسمها سيجريجيشن راندوملي، سيجريجيشن بتكون موجودة عندنا. الميتوكوندريا الانهيرتنس زي ما احنا شايفين خلال الفيجر الموجود عندي، ميل اند فيميل ار افكتد، طبعا المدر على رأسهم، اكيد عندي ميل فيميل، ميل فيميل في الموضوع افكتد فيميل، والترانسميت 100 طبعا اكيد 100 سواء كان للدوتر او الصن. Affected male cannot transmit to son or daughter. وضحنا ليش الكلام هذا في السابق. خلينا نطلع على بعض من المفاهيم في موضوع الميتوكوندريال انهيريتنس. اوكي، ممكن يحصل عندي مرض اسمه مايوكلونيك ابيليبسي، في نوع من انواع الابيليبسي، في عندنا مشاكل في الجينيتك ماتيريال بتاعت الميتوكوندريا. بقول لي ابروكسيميتلي في عندنا مور ذان 100 ديفرنت ريارينجمنت and different point mutation has been identified in mitochondrial DNA، تمام. اذا في عندنا mutation ومشاكل بشكل كبير جدا ممكن تعمل هذا الديزيز اللي بيحصل عندي في السنترال نيرفس سيستم وكذلك في السكيليتال مسل. The disease that result from these mutation show، هذا الديزيز اللي بيحصل، distinctive pattern of inheritance، تمام. ايش يعني distinctive pattern؟ يعني وكأنه في عندي اوجه لعملية الانهيرتنس بتاعت هذا المشكلة، ممكن من خلال ريبليكيتيف سيجريجيشن، انه انا في عندنا ريبليكيتيف ايش سيجريجيشن، انه انا في عندنا صار نوع من السيجريجيشن، وهذا قلنا عنه راندوم سيجريجيشن، تمام. ممكن يصير عند ناس وناس لا، هوموبلازمي اند هيتيروبلازمي، ممكن اوفا كان اللي فيها كلهم عباره عن جينيتك ماتيريال بتاعت هوموبلازمي نورمال، او ممكن يكونوا اب نورمال، أو طبعاً عندنا طبعاً مفهوم آخر بقول لازم تعرف إنه الماتيرنال إنهيريتنس في هذا الجانب بالنسبة لهذا الديزيز. بعطيني إشعارات على طبيعة توصيف الديزيز. يجي بعطيني كمان هنا أتسل ديفيجن تبري أوفا عنده the multiple copies of mitochondrial DNA in each of the mitochondria in a cell replicate. أوكي، يعني الميتوكوندريا بعمل replication autonomously and sort randomly among newly synthesized mitochondria. يعني الآن بصير replication موجودة، ممكن يكون نفس الميتوكوندريا فيها 2 3 4 DNA، تمام،
اوكي، وبصيروا يعملوا ريبليكيشن، لكن بتوزع على اذر ميتوكوندريا، بصير هناك ديفيجن. بعض من الميتوكوندريا ممكن تاخذ نورمال دي ان اي، وبعض من الميتوكوندريا يكون فيها اللي هو اب نورمال دي ان اي بشكل او باخر. تمام، تو دوتر سيلز ممكن يحصل عندنا، يكون عندنا راندوملي ديستريبيوشن. The first unique feature of mitochondria is the absence of tightly controlled segregation. فيش كنترول في هذا الموضوع. تمام؟ مختلف عن موضوع الـ nuclear chromosome trans replication. هوموبلازمي هيتروبلازمي، وضحنا ايش معنى هوموبلازمي وهيتروبلازمي. تمام؟ هوموبلازمي وهيتروبلازمي انه انا بقدر اقول في عندي بيور population. سواء كان نورمال ميتوكوندريال دي ان اي او نور او ميوتنت ميتوكوندريال دي ان اي. ممكن يكون هيترو انه ايش بيصير عندي انا، انه الدوتر او الصن كان عنده ايش هيتروبلازمي ميتوكوندريال، قلنا فيها دي ان اي ميتوكوندريال بروبلم نورمال، وعندنا ميتوكوندريال فيها اما دي ان اي يكون ايش ميوتان بشكل او باخر. ان هنا الصوره بتوضح لي هوموبلازمي اوه والله هذا عباره عن ميتوكوندريال تايب كلهم نفس الحدوته، اوه عندي انا هنا هيتيروبلازم. ايش يعني؟ والله انا عندي مثلا هنا اوفا تقريبا 30% من هذا النمبر اوف ذا ميتوكوندريال فيهم ديزيز. تمام، وعندي هنا مثلا 70% ميوتيشن لودي، لكن هنا ايش ذكر لي؟ ذكر لي نو ديزيز، هنا ذكر لي عندي ديزيز. هذا المفهوم ديزيز نو ديزيز، وكانه في عندنا بمفهوم البنترانس. يا بنات ايش يعني مفهوم البنترانس؟ ذكرنا في مفهوم البنترانس يعني ممكن الاقي هذا المفهوم موجود عندي هنا. ممكن بمعنى انه سيرتين انا له علاقه في النمبر بتاعت الافكتد جينيتك ماتيريال. قلنا وكانه بيقول لي انا هنا ما وصلتش للثريشولد. تمام، عشان تبين عندي ايش الكلينيكال بيكتشر. اوه انا عندي 70% الكلينيكال بيكتشر واضحه لانه في عندنا الثريشولد از هاي. اذا هنا وكانه بندخل في موضوع البنترانس نان بنترانس، بيعتمد على قديش نمبر اوف ميتوكوندريال فيها دي ان اي ميوتيتد. وضحت في قضيه. فموضوع الثريشولد هنا بالنسبه لهذا الامر ممكن كمان يكون هناك other environmental condition، زي ما كنا نحكي على موضوع الاوتوسومال dominant problem in certain stage من اللايف، ما يكونش عندي مثلا في الاوتوسومال problem مشكله، على الرغم من انه ايش الجينيتك ماتيريال واضحه يوجد في defect، لكن بعد certain age تبدا عندي البيكتشر تكون موجوده. هنا الموضوع له علاقه بقديش عندي انا جينيتك ماتيريال كنمبرين، لها علاقه في موضوع الاكسبريشن. على هذا الاساس اعطاني 30% هنا اهو 3. طب ما في عندنا جينيتك ديفيكت، لكن في عندنا من هو ايش يعمل كومبنسيشن في هذا الموضوع. اما هنا عندنا 70% معناته البروبلم حتكون عندي واضحه الكلينيكال بيكتشر في هذا الامر. هذه الصوره توضيحيه بشكل او باخر. بقول لي انا مصطلح اخر موجود عندي ماتيرنال انهيريتانس of the mitochondrial DNA. بقول spare mitochondria are generally eliminated from the embryo. تمام؟ So that mitochondrial DNA is inherited from the mother. هذا الكلام واضح. All the children of the female is homoplasmic for the mitochondrial DNA mutation will inherit the mutation. طبعا هذا الكلام اوكي واضح. None of the offspring of the male carrying the same mutation will inherit the fake DNA. None of the offspring of a male carrying the same mutation will inherit the... طبعا اكيد اوكي. None of the offspring of a male carrying the same mutation will inherit the defect DNA. None of the spring of a male carrying and a male carrying the same mutation or mutation. تمام، لكن مش حيكون عندنا واحد من ايش ميل سواء كان اجا بروبلم من خلال الفادر. ماتيرنال انهيريتانس اوف هوموبلازميك ميتوكوندريال دي ان اي ميوتيشن كوز
ليبر هيتروبلازميك اوتوبيك نيورو، بيأتي له نوع من انواع الديزيزز موجوده عندنا من خلال ماتيرنال انهيريتنس. مفهوم اخر بيجي بيقول لي تعريف برضو فيتشرز للماتيرنال انهيريتنس، بيقول لي نمبر اوف ميتوكوندريال مولكيولز ويذن ذا ديفلوبينج اوسيت از ريدوسد بيفور بين امبليفايد تو ذا هيوج توتال سين. يعني بيقول لي بشكل عام الميتوكوندريال لما تدخل على موضوع الديفيجن لما بتصير ماتشور بكون النمبر اوف ميتوكوندريال واطي نمبر ليس، لكن عندما تصير ماتشور او النمبر ويل بي هاي. ذا ريستريكشن اند ذا سبسيكوينت امبليفيكيشن ميتوكوندريال دي ان اي ديورينج اول جينيسيس از تيرم ميتوكوندريال جينيتيك بوك بوتل نيك. يعني هذا هو عباره عن مصطلح تمام، انه الميتوكوندريال جينيتيك ماتيريال تدخل وكانها بتكون في عنق زجاجه كميه قليله، وبعد هيك ايش بصير عندنا الوت تمام، بمعنى انه الخليه الاووسيست تمام وهي في مرحله عدم وجود ديفلوبمنت اوكي عدم وجود ماتشوريشن بتكون نمبر اوف ميتوكوندريال ليس، لكن بزيد بكون عندنا هاي نمبر اوف ميتوكوندريال انسايد. الكلام اللي بعده في واضح مش محتاج يعني توضيح اكثر. بقول لي هنا سؤال why is mitochondrial mutation is so high؟ ليش الميوتيشن والبروبلم بتاعت الميتوكوندريا مور هاير ذان نيوكليار؟ بقول لي ذا ميتوكوندريال جينوم هاز ا فيري هاي ميوتيشن كومبير للنيوكليار دي ان اي. although ميتوكوندريال دي ان اي ريبير سيستم دونت دو اكزيست، بقول لي على الرغم من انه السيستم بتاعت الريبير احنا بنعرف انه الميتوكوندريال دي ان اي لها سيستم في الريبير زي ما هو نيوكليار كروموسوم بتاعت النيوكليس لهم برضو ريبير، ولكن they are not sufficient to counteract the oxidative damage. يعني لو حصل عندي oxidative damage في الميتوكوندريال دي ان اي او جينوم، الاوكسيديتيف دامج هذا عمليه الريبير بتاعته فيها شورتج نوعا ما مش هتغطي، لكن بالنسبه للهيومن بتغطي بشكل او باخر. هذا اللي بيحصل عندنا. البروتكتيف هيستونز ار اولسو ليكينج، ما فيش عندنا يعني الدمج بيكون اكثر عرضه لانه ما فيش عندي هنا عمليه كوتينج مع هيستون، والهيستون طبعا له دخل في موضوع بروتكشن. اوكسجينيشن بروسيس از هايلي برسنتج، عمليه الهايلي اوكسجينيشن موجوده عندي في الميتوكوندريا فهذا بيعرضها لموضوع البروبلم على مستوى الاكسجين راديكلز. ذا ميتوكوندريال دي ان اي ميوتيشن ريت كان بي انكريزد باي انفايرمنتال ايجنت، اذا ممكن يحصل عندنا مشاكل على مستوى الميوتيشن في الميتوكوندريال دي ان اي جاي من الانفايرمنت بشكل او باخر، او ممكن يحصل يكون عندنا ميتوكوندريال دي ان اي بروبلم جايانه من وين؟ انه جايانه من نيوكليار. Or the mitochondrial DNA mutation rate can be increased by environmental or by mutation of the nuclear gene involved in mitochondrial DNA maintenance. يعني مثلا أنا بحتاج إلى بروتين من النيوكليوس سير لوكسبريشن عشان يعمل لي كوركشن لبروبلم في الميتوكوندريال DNA مش موجود، أو هذا الجين مضروب معناته هيحصل عندنا إشكالية على مستوى الميتوكوندريال DNA تمام، لكن سببه إيش؟ سببه مشاكل على مستوى الكروموسوم جينز الموجودة عندي في النيوكليوس. هذا كلام تقريبا نفس الكلام اللي حكيناه مش محتاج نوضح اكثر. المانوت السيجريجيشن هو بلازما هلوما جرا تمام، وبقول لي انا في عندي كومبليكيشن انه ممكن يكون عندي انكمبليت بنترانس. ايش يعني؟ هنا عندي الام هنا عندي دوتر مش مصابه تمام، هنا عندي دوتر مصابة، لكن الدوتر اللي عندي مش مصابة هنا أعطتني دوتر وأعطتني صار مصابين. إيش اللي صار؟ إنه أنا في عندها كمية من الميتوكوندريال دي إن إي محدودة، فكان الليتريشر بتاعت الكلينيكال بيكتشر مش واصلة للحد المطلوب يعطيني كلينيكال بيكتشر باد، لكن من خلال الاوفا اللي حملالي هذه البروبلم وصار عندي الديفيجن اوكي صار عندي ماتشوريشن وصار عندي راندوم سيجريجيشن اعطى انه يكون عندي اوفا
صار فيها بروبلم، وبعد الفيرتلايزيشن بين عندي المشكله في الدوتر او في الصام. اذا ممكن يحصل لنا incomplete pentans. او variable expression انه في عندي variety، وهذا بيعتبر قديش عندي degree من النمبر بتاعت الميتوكوندريال affected. في عنا مصطلح اخر اسمه موزايك اسم ننهي فيه المحاضرة. condition زي ما ذكرنا ووضحته انا قبل هيك، انه في عنا condition in which cell within the same person have different genetic me. اوكي؟ يعني انا بيحصل عندي، قلنا الموزايك ازم هي مشكله ممكن تكون على مستوى السوماتيك او على مستوى الجيرم لاين. يعني مثلا انا عندي سبير، في عمليه الديفيجن بتاعت السبيرم في الميوسيس ممكن يحصل موزايك ازم بروبلم. يعني طبيعه البروبلم عندي توجه لها. وكذلك في موضوع السوماتيك، بعد ما يصير عمليه الفيرتلايزيشن ممكن يحصل انه الخلايا معينه وهي بتعمل عمليه الديفيجن عند اورجن من الاورجنز بتاعت البيبي يصير في عندي ديفكت، بوينت ميوتيشن، يصير عندي ديليشن، كروسنج اوفر بالغلط، ان ايكوال. هذه امور كلها ممكن تحصل عندنا ان جنرال وتعمل لي مشكله. هاي المقصود في موضوع ايش؟ الموزايك. هون ذكر لي اشياء ممكن تحصل عندنا في الموزايك، تمام؟ في هذا الامر، او موزايك ممكن يحصل عندنا في خلال الميتوسيس، قلنا ديفيجن في الديفلوبمنت، في البري زايغوت ميوتيشن، بوست زايغوت ميوتيشن، في الديفلوبمنت الكروموسومال، اكس ان اكتيفيشن بيحصل. واحنا قلنا الاكس ان اكتيفيشن عباره عن راندوم وموزايك سيلز تاخذ عندها ايش اكس ان اكتيف بشكل او باخر، و6 ممكن تكون او اذر سيلز تكون عندها الاكس اكتيف. نيوميريكال ممكن، ايش يعني نيوميريكال؟ انه ممكن يحصل عندنا ديليشن، انه انا في عندي خلايا صار فيها النمبر ليس، او مثلا جين صار فيها ديليتد. انيوبلويدي يعني تشينج ان ذا نمبر اوف ذا كروموسوم. يعني ممكن يجي عندي عمليه الداون سيندروم من خلال بروبلم على مستوى نمبر اوف كروموسوم، از موزايك موزايكزم من خلال عمليه الديفيجن اللي بتحصل عندنا والميتوسيس اللي بتحصل عندنا بالنسبه للسوماتيك سيل. هذه الشغلات كلها ممكن تحصل. زي ممكن يحصل على مستوى الجيرم لاين موزايكزم على مستوى النيوبلويدي، انه والله صار في عندي اوفا او عندي سبيرم النمبر اوف 21 كروموسوم انسايد از 2 نوت 1، وهذا ممكن يحصل عندنا. انا صوره بوضح انه كيف ممكن يصير عندنا ديفيجن في الخلايا، يكون في عندنا خلايا اوكي نورمال، وفي خلايا صار فيها ميوتيشن وكانه صار عندي موزايكزم من خلال عمليه الديفيجن. لكن في الاصل النورمال الام، الخليه الام نورمال سواء كان السبيرم او اوفا، لكن حصل عندي بروبلم في خلال عمليات مختلفه زي ما ذكرنا. وذكرنا انه السوماتيك، في عندي سوماتيك اوكي، وعندي ايش؟ وعندي جيرم لاين. طبعا اكيد في ديزيز ممكن تحصل، ذكر لي هنا ديزيز هيموفيليا او ديزيز اسمه العلاقه بالماسكولار ديستروفي، دانشن ماسكولار ديستروفي. الجيرم لاين نفس القضيه ذكرنا، ممكن يحصل هذا الديزيز سواء كان من السوماتيك او يحصل عندي من الجيرم لاين. هذا الكلام يعني كله بس عباره عن توضيح ليس علم. هنا شكل اخر جيرم لاين موزايك، تمام؟ ممكن نو بريفيسلي فاميلي هيستوري، طبعا فيش هيستوري، فيش عندي نورمال فادر او نورمال مادر، لكن حصل في عندي مشكله على مستوى الصن او على مستوى الدوتر، تمام؟ اوكي. لكن هنا ممكن يحصل لنا الامبريو ديفيجن بيحصل في السوماتيك، ممكن هذا الخليه طلعت ابنورمال على الخلايا الاخرى من ناحيه بروبلم انسايد. اوكي، بقول لي هنا جيرم لاين موزايكزم از اويل دوكيومنتد ان 6% اوف ذا سيفير ليتال فورم اوف اوتوسومال دومينانت اوستوجينيسيس. يعني مرض اسمه اوستوجينيسيس بيرفكتيا، هذا بيجي من خلال موزايكزم. يعني بتكون الكروموسوم اللي هو اوتوسومال كروموسوم، تمام، نورمال سواء كان في داخل السبيرما او الاوفا، لكن بيحصل من خلال اللي هو موزايكزم از جيرم لاين.
اوكي، انت طبعا له علاقة في موضوع كل جين بشكل او باخر. بهيك بنكون انتهينا من الحديث على السنجل جين ديس اوردر يتمثل في الاكس لينك اوتوسومال و عفوا اكس لينك ريسيسيف دوميننت، وكذلك تحدثنا على سودو اوتوسومال ريجونز هاو تو انهيرت ذا سيرتين كلينيكال بيكتشر، وكذلك الحديث على الماتيرنال انهيرتنس يتمثل في الميتوكوندريال انهيرتنس. يعطيكم العافية.